مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج شباب اليوم. دائما ما عودناكم في برنامج شباب اليوم أن نسلط الضوء على كل قضايا هموم مواطن الشباب وكذلك مواهب الشباب، إبداعات الشباب، الإنجازات الشبابية وين ما كان الشاب الكويتي. وعدناكم احنا ني طاقم عمل برنامج شباب اليوم بنتكون كاميرا برنامج شباب اليوم مع كل شاب كويتي في أي مجال كان، كذلك استوديو حوار برنامج شباب اليوم متاح للجميع من الشباب الكويتي ني هني عندنا في البرنامج ويطرح قضيته واهتماماته ورأيه ونتكلم عن إنجازه وإبداعه أيا كان حتى موهبته. وللأمانة كثير مواهب الشباب الكويتية وكثير مبدع الشباب الكويتي في كل مجال من المجالات. اليوم نتكلم طبعا اليوم الحلقة أنتم اللي اخترتوها، متابعين هم اللي اختارونها. بتقولون شلون؟ بقول لكم بعد شوي شلون، لكن خلينا نتكلم البداية في مقدمة بسيطة عن هذه الحلقة. يمكن خلال الفترة خلال 5 سنوات أو 6 سنوات اللي طافت يمكن وسائل التواصل الاجتماعي انشطت بشكل كبير، والأمانة ما حد أنشطها غير الناس نفسهم. لذلك في يعني بنتكلم على تدرج البرامج يعني بدون لا نبخص أي حق منهم. يمكن كان تدرج بداية فيسبوك، بعدين صار تويتر، بعدين صار كيك، بعدين شفنا في انستغرام، بعدين بعد انستغرام شفنا السناب شات. هذا التدرج كله وايد ناس صنعوا لنا هذا البرامج، صنعوا لنا ناس، عرفونا على ناس، دخلونا حياة ناس، تعرفنا على موهبة أشخاص مختلفة، منها مواهب مضحكة، منها مواهب يعني أدبية فنية، ناشطين اجتماعيين في أي مجال كانوا، رياضيين. يمكن تعرفنا على ناس من جانب ثاني، وايد ناس كنا نعرفهم يعني من خلال نشوفهم بالقنوات أو نشوفهم عبر يعني مؤلفاتهم كتبهم غيره، لكن وسائل التواصل الاجتماعي خلتنا نكون معاهم أقرب وخلتنا نكون معاهم بصورة مباشرة وباتصال دائم معاهم. ويمكن أي شخصية من الشخصيات العالمية المؤثرة، من الشخصيات قد تكون قيادية بنفس الوقت، أن أنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تكون متصل معه على مدار 24 ساعة دزلة، أيا كان سؤالك، أيا كان استفسارك، أيا كان هذا الشغلة اللي ودك أن تواصل فيها، فممكن من خلال برامج التواصل الاجتماعي أنك تتواصل معهم. لذلك المحور حديثنا اليوم راح يكون عن الكويت وبالأخص عن الشباب الكويتي اللي برزوا في يعني من في مجال يعني التواصل الاجتماعي، وراح نحاول نغطي مسألة الانتقادات اللي توجهت لهم، شنو المدى اللي أثروا عليها هؤلاء الشباب، شلون شهرة وايد ناس يمكن ما حد كان يعرفهم ولا هم معروفين في مجال معين، ولا هم يعني كانوا بالبداية هم بسيطين جدا، لكن اليوم احنا نشوفهم كنجوم ومصنفين كنجوم في هذه البرامج. ويمكن اليوم ما في اي ايفنت يتبطل او اي مشروع يتبطل الا عن طريق وجودهم ودعوتهم لتسويق هذا الامر. واتوقع يمكن شفتوا كثير من الامثلة الموجودة والشواهد اللي موجودة على هذا الموضوع. لذلك ضيوفنا اليوم يمكن قلنا لكم احنا قبل فترة راح نحط بوست كل يوم 4 وانتم تختارون ضيوفكم بنفسكم. يمكن وصل لنا تقريبا 200 او اكثر من 200 منشن اللي اختارون ضيوفنا لهذا اليوم. وطبعا بعد ما بحثنا عنهم حبينا ان نستضيفهم هني ويكونون معنا في برنامج شباب اليوم. طبعا هذا كان بناء على طلبكم، وانتم كذلك نذكركم بان بامكانكم ان تختارون ضيوفكم حتى لو كانوا ضيوف اخرين في مجال اخر. ان شاء الله باكر راح يكون او يوم الاربعاء ان شاء الله راح يكون في بوست خاص ل يعني الضيوف اللي تختارونهم ان شاء الله، وراح نحاول كثر ما نقدر ان نتواصل مع الضيوف اللي انتم تبونهم. ما راح نطول على ضيوف لهذا اليوم، بنتعرف عليهم لكن عقب هذا الفاصل القصير. يا أمير الإنسانية
انت سلام سلام يا امير الانسانيه سلام سلام يا امير رافع اسمنا يا عزنا وفخرنا يا رافع اسمنا يا عزنا وفخرنا يا أمير الإنسانية لجعلوا لك وين لجعلوا لك وين يا خبنا الفخر باسمك تغنيت باسمك تغنيت ويفداك العمر يا خبنا الفخر باسمك تغني يفداك العمر سلام سلام يا أمير الإنسانية سلام سلام يا أمير حياكم الله مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل قبل اتكلم وارحب بضيوفي 200 منشن وصلوا لنا 200 منشن يطلبون وجود ضيوفنا لهذا اليوم بالبدايه نرحب فيك علي البلوشي وكذلك نرحب فيك اخوي عبد الله القوماني حياكم الله الله يحييك الله يحييك جميل نتكلم اعزائي المشاهدين الاكونت الخاص في برنامج شباب اليوم بالانستغرام حاطين صوره احنا الاعلان لحلقه هذا اليوم السؤال عندكم السؤال استفسار لضيوفنا لهذا اليوم دزوا لنا على الاكونت الخاص لبرنامج شباب اليوم بالبوست الخاص لحق حلقه اليوم بالكومنت تحت وان شاء الله في نهايه الحلقه راح نتكلم ونتطرق لكل اسئلتكم ان شاء الله اللي انتم حاطينها. جميل علي البلوشي بالبدايه علي كاتب وناشط اجتماعي في مجال تويتر وكذلك سناب شات يمكن شفناك في البرنامجين كلمنا علي عن بدايتك شلون كانت في هذا المجال. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم وشاكر لكم على ضيافتكم لي. بداية أنا بلشت في السوشيال ميديا عن طريق الكيك مع إبراهيم الحبابي وشعيب والناس هذيلة. بلشت لمن طاحت تقريبا هبة الكيك. كنت بالكيك أعطي نصايح شعر ضحك غشمرة كذي. بعدها لمن راحت هبة البرنامج رحنا على الانستغرام وصار الانستغرام أنه أقدر أنزل فيديوهات. نزلت كذا فيديو بعدين ما عجبني الوضع وايد كان احول على تويتر وبديت بتويتر اعطي النصايح واكتب خواطر وشعر ولقيت نفسي بالبرنامج هذا والحمد لله في اقبال. جميل شلون كانت البدايه؟ متى كانت يعني البدايه بالضبط يعني قبل سنتين ثلاث؟ تقريبا حوالي ثلاث سنين قبل ثلاث سنوات تقريبا يعني. جميل عبد الله القوماني كاتب تحفيزي
اتوقع تحفيزي كلمه كبيره شوي. ايه جميل. عبد الله بالبدايه كلمنا عن بدايتك في وسائل التواصل الاجتماعي، شلون كانت؟ بلشت من 2011 وانا يعني صاحب رساله، حاب اوصل رسالتي من تويتر والحمد لله لقيت اقبال. انت فقط في برنامج تويتر موجود؟ اي بس. جميل. تويتر وسناب شات مرات يعني. جميل. والحمد لله لقيت اقبال ليومك هذا والوضع تمام يعني. جميل. شنو كانت رسالتك عبد الله؟ انه يعني ابي الشباب اغير فكر الشباب. من اي ناحيه؟ شنو الفكر اللي تبي تغيره عبد الله؟ يعني ان انا سويت محاضره بالمدرسه، اول شيء ابتديتها بسؤال شنو طموحك؟ يعني واحد قال لي ابي طموحي ان اشتري السياره اللي انا ابيها. يعني هذا مو طموح، هو حط طموحه بدائره وحط لها حدود، يعني خل طموحك اكبر من كذي. فان انا من المحاضرات وتويتر بغير فكره، ابي يعني شوف يوسع مدار فكره، يطال الحياه بشكل كبير. جميل. يعني انت الهدف اللي حطيته في البدايه انك توسع مدارك الشباب الى اهداف اكبر. اي نعم. جميل. طيب علي، شلون بلشت وصرت نجوم في هذه الشهره؟ يعني ما شاء الله 200 كومنت يطلبونكم ومنشنات لكم، اتوقع انه يعني شيء جميل هذا التفاعل الكبير اللي يعيكم. عبد العالي كلمنا شلون كانت البدايه، او عفوا شلون كانت هذه الشهره، يعني شلون حققتوا هذه الشهره؟ طبعا بدايه يعني اذا انت تكتب شيء من قلبك ولك هدف يفيد الناس ويفيد المجتمع، الناس راح تبدي تنجذب لك والناس راح تبدي تسمع لك. دام قلبك ابيض ونيتك صافيه، صدقني الناس راح تيجي وتسمع كلامك والشيء اللي راح تقوله. فالحمد لله اكتب اللي يعجبني واكتب اللي يناسب فكري واكتب واخذ راحتي، ما لي شغل فلان شنو يقول فلان شنو يظن، انا مسؤول عن كتاباتي مو مسؤول عن اللي تفهمه. فالحمد لله. ليش الكل يقول هالجمله هذه، انا مسؤول عن كتاباتي مو مسؤول عن فهمك؟ لان بعض الناس ممكن يقرا شيء ويفسره من منظوره هو، من زاويته هو، ويظن ظن سوء. طيب ما يحق للمتابع انك تفهمه شنو انت تقصد من خلال كلامك؟ تفهمه المفروض هو يفهم من الشيء الشامل، يعني يفهم شخصيتك اذا انت قاعد تكتب تويتات. طيب بس يعني يمكن في بعض التغريدات قد تكون لها اكثر من تفسير، يعني لا تلوم مثلا واحد لما انا اشوف مثلا تغريده لها اكثر من تفسير، لا تلومني يعني اذا فسرتها مثلا بتفسير غير اللي انت تقصده. اسالني، ممكن انك تستفسر شنو قصدك. وفي الناس اللي ما يسألون الناس، يعني في لا يسألون، في ناس يسألون وفي ناس ما يبون يسألون عشان لا تبين لهم الحقيقة، يحبون يعيشون بالوهم عشان لا تدمر أوهامهم، يبقون على الوهم، عارفين أن ممكن يعرفون الصح مني بس يبقون على الخطأ، ما يبون يعرفون الصح. غالبا شنو تكون حوله هذه التغريدات اللي الناس يعني اللي يبي يبقى على الوهم اللي عايش فيهم؟ مثلا إذا بنصح بالمجتمع، بتكلم عن الدراسة، نصايح مثلا عن الكويت، معاملة الوافدين، احترام القانون وغيرها من هالأمور. إذا تكلمت بهالمنظر هذا وهالمنطق هذا، ممكن يقول يا معود أنت مثلا واحد قاعد تتفلسف وما شنو. جميل. عبد الله يمكن يعني علي كلمة قاعد تتفلسف، أنت كونك شاب بنفس هالعمر وتحفيزي وتحفز الناس، يعني أنه يلغي هذه الفكرة السلبية، أنه مسألة والله عبد الله قاعد يكتب لنا يا معود هذا يتفلسف والأمور هذه كذي، مثال يعني كمثال. أنا يعني شوف أنا أكتب مثلا أزرع بذور التعب تحصد ثمار النجاح. اشوف واحد يقول لي تتفلسف، يعني ما اشوف انه قاعد يتفلسف، يعني شيء واضح هذا، واحنا من يوم كنا صغار نعرف انه من جد وجد ومن حصد من زرع حصد. هو يقول لي انت تتفلسف، هو ما فهم اللي انا قاعد اقوله، فيقول لي انا قاعد اتفلسف، يعني هذا شيء اكبر منه. يعني بس هجوميين الناس؟ ايه. يعني شوف في ناس ما يبي يصير نفسك او احسن منك، يبيك انت تصير نفسه، لا طموح لا هدف، يعني انسان فاشل. جميل. طيب عبد الله كونك كاتب محفز وفي هذا المجال، شلون نغير هذه الفكره عند الناس؟ يعني انا او نسعى لتغييره، يعني من الناحيه الاعلاميه نقدر، من الناحيه الادبيه الكتب والقراءه، انا انصح الكل يقرا. يعني انا كنت يعني انسان بسيط، بس انا لما قريت فهمت وعيت فتغيرت، وابي اغير الشباب. جميل. طيب بالمجال هذا نفسه علي، اتوقع انت هم في جانب اخر يعني بنفس النقطة هذه، مسألة انه شلون تغير يعني فكر، انت قاعد تكتب كتابات يعني توجههم للإيجابية، تنصحهم حق يعني الإيجابية، شلون الطريقة هذه؟ أول شيء لازم تعرف شنو المشكلة عشان تعالجها. للأسف احنا
نحس ان في مشكله لكن ما احنا عارفين شنو المشكله، لازم اول شيء تحدد شنو المشكله عشان تعرف تتعامل معها. كل مشكله لها حل ولها دواء، كل داء له دواء. فاعرف شنو المشكله وشوف الناس شنو الشيء اللي ممكن ياثر فيهم. اذا في ظاهره سلبيه انا ممكن اتكلم من ناحيه الدين، الدين راح ياثر فيهم. لو انا بتكلم عن الدين مثلا شفت واحد يحذف فسخ في الارض راح اقول له زين النظافه من الايمان. ممكن ادخل جانب الديني في الجانب الامور السلبيه هذه وراح يسمعون. مو البعض، في ناس تتقبل، يتقبلون، في ناس تتقبل، في ناس تتقبل، لكن في ناس ما تبي تتقبل. مو لان كلامه غلط بس هم ما يتقبلون، عاجب الخطا. ايه عاجب الخطا، ما يبي يشوف شخص احسن منه. اذا شاف شخص احسن منه يقعد يذم فيه ويسب فيه ويطلع زلات ويحرف كلامه. المهم انه يطلع بمنظر مو حلو. ليش؟ شنو ذنبه؟ ذنب الفشل وذنب اللي قاعد يسعى النجاح. زين ليش يا اخي انت بنفسك اللي تقول انا بالكويت والكويت ليش ما تصير كذي وليش ما تصير نفس الدوله الفلانيه والدوله الفلانيه؟ زين انت بنفسك قاعد تهدم الناس اللي قاعد تحاول انها تبني وتنجح. شلون انت بالناس تتطور؟ كل ما واحد تكلم يا طلع واحد وانتقده انتقاد هدام. للاسف احنا ما نعرف ننتقد، الانتقاد انواع، انتقاد بناء وهدام. البناء انك تعرض الايجابيات والسلبيات وتسعى انك تحل السلبيات عشان يظهر الموضوع بشكل افضل. لكن للاسف يعني. ايه للاسف الاكثر ينتقد انتقاد هدام، يعرض السلبيات بالسلبيات ويمسح كل الايجابيات، كنا موضوعك ما له قيمه. فهذا الشيء للاسف يعني. يعني احنا عبد الله ما عندنا ثقافه او حوار الانتقاد؟ لا كلش. وتقبل الراي الاخر؟ لا ما يعني. شوف يعني عندنا الشباب راضين بالخطا اللي هم فيه وخاف يتقبل نصيحة واحد ثاني والناس يقولون والله هذا أحسن منه النصاحة وهذا تقبل أنت مخطئ. فهو يعني عاجبه الخطأ اللي هو عايش فيه وبس. جميل. أنت كونك كاتب تحفيزي وقاعد تكتب كثير من كتابات يعني شفناها من خلال تويتر وتحط يعني تحفيز للشباب، النقطة هذه شلون تقدر تحلها يعني أنت كونك كاتب تحفيزي يعني؟ يعني أنا أوصل حق الشباب من تويتر سناب شات والإنستغرام. أنا ما أشوف إن يعني الكلمة تغبل. في شباب يعني ما يشون مخه معطل ما يشتغل. يعني أنا أنصحه أكلمه ومو راضي يتغبل، بس بالعكس في ناس ثانيين قاعد يتغبلون والحمد لله. يعني وجودي هنا أنا من الناس اللي تغبلتني. جميل. طيب سؤال من برا الإعداد، هل أنت ربع يعني من قبل الانستغرام ولا من خلال يعني وجودكم سواء التواصل الاجتماعي ولا صناعه منكم اصدقاء؟ بالتويتر عرفنا بعض. بالتويتر من اطلقنا هاشتاج اسمه جمعه الاحساس. يعني عجبني فكره وهو عجبه فكري فسوينا فولو حق بعض، تعرفنا على بعض، يعني شفنا طرحنا مشترك ومتشابه. جميل. يعني نقول وسائل التواصل الاجتماعي حققت هدفها من خلال تعرفكم على بعض وتعرفتوا على بعض. أجل. جميل جدا. طيب كلمونا عن جمعه احساس، شنو جمعه احساس؟ شنو فكرته؟ هو كان يوم كذي يعني سويته ان نحس بالناس المحتاجه، الناس الفقيره، الناس من ذوي الاحتياجات الخاصه. مثلا نشوف ظواهر مثلا نفس شخص فقير، شخص محتاج، شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه ما يسمع ما يشوف. نحس بهذا الشيء، نحاول نسوي شيء مشابه له. مثلا واحد انقطعت ايده، نحاول مثلا ساعة مثلا باليوم أن ما نستعمل إيدنا، نشوف الإحساس، شنو إحساس هذا الشخص، شلون قادر يعيش بالرغم من إعاقته في الجسد أو في أي ناحية ثانية. يعني نعيش الواقع اللي هو عايشه، نجرب. يعني حتى لو مثلا في ناس إذا شاف واحد من ذوي احتياجات خاصة يضحكون عليه، أنت حس فيه، يعني خليك مكانه وشوف لو واحد ضحك عليك. واحنا هذا اللي بنوصله من جمعة الإحساس. جميل. شنو كانت؟ هل هي كتابات كانت أم شنو؟ لا كانت يعني مثل حملة، يعني إن اللي حاب إنه يعيش واقع غيره يشترك بالحملة. جميل. شلون كانت هذه الحملة؟ يعني هل مصورة ولا شنو كانت؟ لا يعني أنت كانت جدا بسيطة من بداياتنا. بينك وبين نفسك يعني. إيه بينك وبين نفسك يعني. إحنا قلنا شنو ممكن تسوي، أفكار كذي، إنه مثلا تصوم، تحس بالفقير اللي محصله كل ياكله، من هذه الامور. فكل واحد يسويها مع نفسه. جميل. يعني كانت حمله بس كل واحد يعني يسويها مع نفسه ويكتب بالهاشتاج، يعني انه هو شنو استفاد، شنو شعور الانسان هذا اللي قاعد يعاني. جميل. بسالكم سؤال شوي، يعني من ناحيه البرامج الحين اليوم تويتر وانستغرام هم اكثر
يمكن تو دش ضمن المنافسة سناب شات، خلينا نتكلم أيهما أقرب إلى المتابع، من اللي يتابع أكثر، من الناس اللي تتابع أكثر، هل تويتر أم إنستغرام؟ تويتر أم إنستغرام؟ إنستغرام أتوقع إنستغرام، لأن يعني تويتر كتابات ومو كل واحد له خلق يقرا. انستغرام توصل صوت وصوره حق الناس، صوت وصوره يعني بشكل عميق، بشكل عميق. جميل، يعني انتم تشوفون ان الاقرب هو انستغرام. ايه جميل، يعني والسبب انه يكون يعني اقرب. ايه اقرب واسهل وامتع، يعني تويتر نوعا ما يعني جاف كتابات، مجرد كتابات، اما الانستغرام فيديوهات صوت وصوره فاحلى. يعني ممكن نضيف على الفيديو مؤثرات صوتيه. نعم. تجذب اللي قاعد يطالع الفيديو. جميل، طيب انا بنتكلم علي عن الرساله اللي تحملها انت علي البلوشي الكاتب، شنو الرساله اللي حاب توصلها للمجتمع؟ انا امنيتي ان اغير من مجتمعي، ولو كان تغيير بسيط اسمه، ويكفي ان اسمه تغيير. يعني هل تغيير أم تطوير؟ تغيير وتطوير. تغيير ممكن يكون الأسوأ علي، حسب اللي أنت تطرحه. إذا كنت تطرح شيء سيء راح يتغير الشيء إلى الأسوأ، يعني نقول تطوير. هو تطوير ممكن يعتبر تطوير. إيه جميل، طيب تطوير هذا في أي مجال أنت تبيه؟ هل في مجال معين؟ يعني في عادات سلبية وايد في المجتمع، يعني الأغلب يقول إحنا نبي من الكويت ونبي 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 وعندنا حقوق، بس انت كم هم كمواطن عليك حقوق وواجبات لازم تسويها للدوله. انت تبي من الكويت، بس هم الكويت تبي منك. انت لا قاعد تحترم قانون، طبعا البعض، انت لا قاعد تحترم قانون ولا قاعد تخلص بشغلك ولا قاعد تحترم الوافدين ولا قاعد تسوي اللي عليك كمواطن. شلون المجتمع تبي يتغير؟ شلون؟ طبعا ما راح يتغير، طبعا راح يبقى ويصير من الأسوأ للأسوأ، شيء طبيعي. إذا إحنا بنفسنا، إحنا المجتمع، إحنا الدولة، إذا إحنا ما قاعد نغير، شلون راح تتغير الدولة؟ جميل، طيب وبالنسبة لك عبد الله، عبد الله شنو الرسالة اللي أنت حاب توصلها، خاصة إن أنت ما شاء الله يعني تحفيزي، يعني جانب التحفيز أتوقع كبير يعني وواسع. أنا من تحفيزي للشباب يبي يتغيرون، يعني يبي يتعب بدراسته أو إنه حتى يبحث بداخله عن جانب إيجابي، مثل نبتة يسقيها تنمو زين، ويمارسها يفيد غيره ويفيد نفسه. جميل، طيب احنا اليوم يمكن في فترة اختبارات علي، اتوقع ان كمية النصائح اللي اطلقتها انت خلال هاليومين وايد كانت نثيتهم وانا بحدهم هني يمكن من خلال البرنامج تكلمنا عن عدة نصائح، لكن يمكن انت تشوفهم اكثر، يمكن لان هم ماسكين الاجهزة ويطالعون البرامج هذه يمكن عكس التلفزيون. خلينا نتكلم عن النصائح، شنو كانت الدور حوله؟ طبعا يعني بما ان فتره امتحانات فاكثر نصائحي صارت عن الامتحانات وعن المدرسه. طبعا نصائح ان عن تنظيم الوقت، شلون تنظم نفسك وتنظم جدول للدراسه راح يفيدك. طبعا الحياه من غير تنظيم راح تضيع، يعني عمرك شفت شركه من غير لا اوقات عمل ومن غير لا جداول ومن راح يمسك المنصب هذا ومن يمسك المنصب الثاني؟ مستحيل، راح يصير لخبطه. ايه لخبطه، فالتنظيم شيء مهم. هذا اللي حثيت الطلب عليه، أن لازم تنظم وقتك عشان أنت تنجح بحياتك. كثر ما تقدر نظم وقتك، شنو بتدرس اليوم، كم عدد الصفحات، متى بتقوم، متى بتنام، هذه الأمور كلها مهمة للطالب وتأثر عليه وعلى دراسته. جميل، وتشوف أن في تفاعل معك علي؟ أيوة والله الحمد لله. أيوة، في ردود فعل ياتك يعني من، خلينا نتكلم مو من طلبة، من أولياء أمور، أنه والله قال لك والله علي يعطيك العافية النصائح اللي قاعد تقدمها؟ صراحة إيه، في يعني كذا شخص يدخل علي مثلا في التويتر او في سناب شات يقول لي والله مشكور علي، ابوي يشكرك ولا امي تشكرك على الكلام والنصايح اللي توجهها لنا، لان يستفيدون منها، لان يبون شخص قريب منهم من عمرهم. يعني اغلب الناس او الطلبه اذا سمعت نصيحه من شخص كبير يعني تحس انه هذا كبير ومفاهم ومو نفس جيلنا ومو عارف شو الوضع والتليفون والهذا، فما يتقبلونها وايد. لكن لما يكون شخص قريب وحاس فيهم، يعني انا توني متخرج من الثانوي دفعه 2014، فحاس باللي يحسونه ومعاناتهم والتعب والسهر واهلوي هذه كلها، فالنصيحه بتكون من قلب اكثر، لان عارف ايش قاعد يحسون فيه وش يمرون فيه. جميل، وبالنسبه لك عبد الله، عبد الله اتوقع هم فتره الاختبارات انت لك كتاباتك الخاصه، كلمنا عن هذا الجانب. إن انا شلون اوجه الطالب وقت الاختبارات؟ لأن هذه فترة قصيرة أنت راح تتعب فيها عدل، لكن لما تنجح شنو اللي راح يعود عليك؟
اكيد الفرحه يعني انت كثر ما تعبت راح تستانس اكثر، ويا عطله يعني انت اتعب هالفتره وراح تستانس الفتره الجايه اكثر من اللي انت تعبته، يعني اتعب ومو خسران شيء انت. وشنو المقوله من الساعه اللي قلتها من تعب شنو؟ قلت ان ازرع بذور التعب تحصد ثمار النجاح. جميل جدا. طيب خلينا نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي، هل تشوفون انها صناعه نجوم شباب ام لا؟ اي طبعا صناعه. طيب رايكم في هذا الامر؟ طبعا لكل شيء جانبين، جانب ايجابي وجانب سلبي. الشيء الايجابي في وسائل التواصل الاجتماعي ان الواحد يقدر يتكلم ويوصل صوته لكافه الناس، ما له داعي اني انا اوقف او اني اتكلم في محطه اخباريه او قناه عشان اقول اللي ابي اقوله. او انه يعني مكان رسمي. أي. يعني انت اليوم ماكو شاب ما يمسك تلفونه. صحيح. فانت قاعد توصل على كل الشباب. يعني من كذي يعني حبيت اوصل رسالتي من تويتر او انستغرام او سناب شات. جميل جدا. لذلك انتم تشوفون يعني صناعتكم كانت عبر هذه البرامج. جميل. طيب خلينا نتكلم عن شوي جانب اخر اللي هو الانتقادات. اتوقع ما في واحد منكم ما تعرض حق انتقادات وتعرض يمكن حق نقد، واغلبها مثل ما قال علي ان نقد اللي يكون هدام. شلون واجهتوا هذه الانتقادات؟ طبعا نفس ما قلت في انتقاد هدام وانتقاد بناء. البناء ينحط على الراس لانه يعرض لك امور ويبين لك زوايا انت ما شفتها بنفسك، يعني انت تشوف العمل اللي انت سويته عمل كامل متكامل لكن ما تشوف الثغرات فيه لان عملك يعني بس شفته خلاص كامل، لكن يجيك شخص من برا يقول لك ترى عملك ناقصه كذي، عملك ناقصه كذي، فتاخذ بنصيحته وتسويها. منو هذا الشخص اللي ممكن انك تاخذ منه؟ هل من عامه الناس ولا في اشخاص معينين؟ من اي شخص. من اي شخص؟ من اي شخص. طيب ممكن هذا الشخص يعني اتوقع انه يكون رايه غير رايك، يكون مثلا فكره غير فكرك، يعني هذا يعني الفروق الفرديه هذه شلون تراعيها انت؟ الواحد ينصح وانت عليك تب تسمع او ما تسمع، يعني الفكره الاساسيه تكون يكون منبعها فكري. النصيحة تكون مجرد إضافة مو تغيير للفكرة، يعني شخص أعطاني نصيحة بفكري أنا أترجم هذه النصيحة إلى الفكرة الأساسية مالتي. جميل. عبد الله خلنا نسمع منك عبد الله في هذا الجانب الانتقادات وشلون تقدر توجهها. يمكن سمعنا من علي، علي قال أنا يعني أخذها وأحورها وأسويها مثل ما أنا أبي. يعني صحيح، أنا يعني أخذ الانتقاد السلبي وأشوف أنا بشنو غلط، أنا ليش ما عجبته، فان انا احاول اصلح من نفسي. انت العكس يعني، يعني تاخذ الهدام. اخذ الهدام اي نعم عشان اعجبه مره ثانيه، لان انا يعني اتمنى ان اكسب الكل، عرفت؟ سواء اللي يبي يشجعني او يحبطني، ابي اعرف هو ليش قاعد يحبطني؟ شنو الغلط فيني؟ فان انا اشوف نفسي واصلح من نفسي عشان اعجبه وكذي يعني. وغالبا شنو تكون الانتقادات؟ لا البناءه. لا غالبا شنو تكون الانتقادات الهدامه هذه؟ غالبا شنو تتكلم عنها؟ مثلا يعني انت شلون تكتب كتاب سنك صغير، او شلون تبي تصير مذيع؟ يعني انت كاتب بالبايو مالك مذيع المستقبل. اي نعم. ليش تبي تصير مذيع؟ لان انا مثل ما قلت لك ابي اوصل رسالتي من الناحيه الادبيه والاعلاميه، سواء بكتابه كتاب او بالاذاعه. جميل. يعني حاط خطه قدامك عشان توصل مذيع؟ اي. شنو الخطه اللي حاطها قدامك؟ يعني من الكتاب، يعني شوف لما ان شاء الله ينزل كتاب راح تكون مثل نقطه الف، والنقطه الف راح توصلني النقطه باء اللي هي الاذاعه. انت لما تشوف واحد عنده انجاز راح تيجي تستضيفه، راح تشوف شنو يبي بعد، يعني شنو عشان يكمل سلسلته. فمثلا قلت ابي اوصل نفس الفكره بالكتاب يوصلها بالاذاعه. نعم. فيعني شوف ناس وايد راح يتقبلونها، وما في احد ما يبي يفيد غيره. الدليل انت ما شاء الله انسان مبدع، اليوم مستضيفينك احنا لي معنا البرنامج. الحمد لله. انت وزميلك علي. طيب نبي نتكلم عن الطموح. اتوقع الطموح شيء يعني كبير واسع، مجال الطموح واسع. يمكن الهدف، يمكن عبد الله حط هدف انه يكون مذيع. خلينا نتكلم عنك علي. علي طموحك في هذا المجال وين؟ في مجال الكتابه والنصائح وشي. انا حلمي اني اكون عضو مجلس امه، هذا حلمي. انا كل الكلام والنصايح واللي اسويها في تويتر وسناب شات الهدف منه بالنهايه مجتمعي. انا وايد يعني صراحه سياسي انت شوي. ايه لكن يعني نفس ما قلت لك ان انا عندي فكر احاول اوصله للناس، هذا الفكر عشان الكويت بالنهايه، عشان الكويت. يعني في كتابه انا من كتاباتي
أخاف مستقبلا لا يعرف فيه أبنائي ما معنى الكويت. يعني كل واحد يقط المسؤولية على الثاني ويقول والله العيب من المجلس، العيب من الحكومة، بس العيب منا إحنا بعد، إحنا اللي مقصرين بديرتنا. إحنا الأغلب يعني ما قاعد يحترم لا قانون ولا قاعد يخلص بوظيفته وكذا شيء من هذه الأمور. جميل، لكن في هذا المجال وين حاب توصل في مجال النصائح؟ كثر ما أقدر، كثر ما أقدر أوصل صوتي للناس بوصله. جميل، وبالنسبة حق الهدف اللي حاطه قدامك وتوصله، هدفك طبعا عظمة سمة، هذا الهدف حاطه. يا ليت. جميل، طيب نبي نتكلم عن يمكن عندك يعني عندك أنت هواية ثانية اللي هي الشعر، يمكن شفنا كثير من الكتابات، نبي نسمع منك شيء لكن نبي نخليك تحضرها على ما نطلع فاصل ونرجع. حلو. عبد الله أنت عندك شيء بعد؟ لا. هواية ثانية أنا اللي أعرفه بس كاتب. تنس. أنا خلاص. تنس. أنا تنس. ها تنس. خلاص راح نتكلم عنها عقب ما آخذ فاصل وأعرف شنو عندهم من مواهب ثانية. نأخذ فاصل أعزائي المشاهدين ونستمر إن شاء الله معاكم في حلقتنا الأخيرة. لأنك غير أنت، لأنك غير إحنا نحبك دايم، عساك بخير دايم، عساك بخير ربي حظك. أنت لأنك غير أنت، لأنك غير إحنا نحبك دايم، عساك بخير دايم، عساك بخير ربي حظك. عساك بخير ربي حظك. عساك بخير ربي حفظك. لأنك غير أنت، لأنك غير إحنا نحبك دايم، عساك بخير دايم، عساك بخير ربي حفظك. جميل علي، طبعا ما تبي تقول شعر؟ هون هون دقائق مو نايم لساعتين. زين خلينا نتكلم، قلت انت عندك موضوع تبي تتكلم فيه. اي بس نقطه زياده حبيت اضيفها، ان في ايه قرانيه تقول ان الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نعم.
لو نفكر بهذه الآية القرآنية وشنو معناتها راح نستنتج شيء وايد جميل. وهذه من احد الاشياء اللي ليش انا قاعد انصح واقول واعطي للمجتمع. فانا قاعد احاول كثر ما اقدر اني اغير ما بانفس الناس وما في عقولهم عشان القوم والمجتمع يتغير. وهذه آية قرآنية يعني شيء اكيد مؤكد. فقاعد احاول كثر ما اقدر اني اعمل على هذه الآية القرآنية واطبقها في الواقع الإنساني والحياة. جميل. طبعا الآية إن الله ما لا يغير ما بقوم، أنت قلت يمكن في قوم. الله لا يغير ما بقوم. نعم. حتى يغير ما في أنفسهم. جميل. بروح لك عبد الله، طموحك في هذا المجال وين ناوي توصل في مجال الكتابة والتحفيز؟ قلت لك يعني أبي أوصل لإذاعة، هذا يعني هدفي الأساسي. وبالنسبة حق الكتابة، إحنا خلينا نتكلم عن الكتابة. كتاب أنا بس أبي أكسب غراء. يعني ابي انت عندك كتاب راح تصدره بالصيف كنا قلت ايه ان شاء الله الصيف الجاي معرض الكتاب الجاي ولا الصيف يعني قبل المعرض؟ لا بالصيف قبل المعرض، واذا يعني لقى صدى جميل بشارك بالمعرض. زين كلمنا عنه شوي. هو كتاب في من 3 فصول. اول فصل عن اشياء انا اكتسبتها وحاب اشارك الناس فيها، شلون استفدت منها وشلون يكتسبونها مني ويستفيدون بعد. والفصل الثاني تحفيز وتشجيع، والفصل الثالث عن السعادة والأمل والتفاؤل. جميل جدا. طيب كل الكتاب كان تجربتك أنت الخاصة؟ إيه. جميل. طيب خلينا نتكلم شوي عن مسألة اليوتيوب. أتوقع اليوتيوب يعطيك مساحة أكبر وقت أكثر، ليش ما تتوجهون له؟ يعني علي حاكرين نفسكم يمكن في سناب شات 11 ثانية ويدوب تقول لك سالفة بسرعة بسرعة، ليش ما تروح حق اليوتيوب تكون لك حلقات خاصة باليوتيوب مثل ما قاعد نشوف كثير من الشباب تجهوا له؟ والله فكرت بهالموضوع. انا قبل يعني ابعت النصايح بشكل مباشر ابتكلم، ففكرت احطها بانستغرام ولا احطها بسناب شات. نعم. لكن مشكله انستغرام انا يعني مو لايق او مو نوع البرنامج اني انزل وايد فيديوهات ورا بعض، يعني الناس راح تزهق اذا بنزل 15 ثانيه ورا 15 ثانيه، مو طريقه البرنامج هذه. فاتجهت لسناب شات، لكن اليوتيوب يعني راح ياخذ مني وقت زياده. وبعد اليوتيوب يحتاج معدات تصوير، يعني لازم تكون محترف في هالمجال. يعني يا تقدم شيء زين مرتب وله تصميم واخراج واعداد، او ما له داعي تقدمه. صحيح. باليوتيوب. جميل. يعني انتم مكتفين في برنامج سناب شات والبرنامج الثاني تويتر. يعني تويتر لحد الان. جميل. طيب نبي نتكلم عن دور الاصدقاء وربعكم معاكم. عبد الله شنو دور الأهل والأصدقاء؟ دائما لهم دور كبير من ناحية تشجيع، من توجيه والأمور، هذا صح هذا غلط. صحيح. يمكن لا تقول كذي، لا تكتب كذي. كلمنا عن دور أهلك معاك أنت. يعني الحمد لله كل ربعي وأهلي كلهم مشجعيني، حابين يشوفوني شيء كبير، والحمد لله. يعني أنا قاعد أتعب عشان أبيض وجههم وأرفع رأسهم، ويعني شيء أنا أبيه وشيء هم يبونه. جميل. تشجيعهم لك بشكل مستمر؟ إيه بشكل مستمر. جميل. بالنسبة حق علي دور الأصدقاء معاك، خاصة أنك يعني تطلع لهم برسائل فيديوهات، يمكن عبد الله يمكن من خلال تويتر شوي أهون، لكن أنت بفيديوهات تطلع صورتك وجهك شكلك كذي، فممكن يعني أنت تدري الحين ما شاء الله ما تقدر تقول كلمة إلا خذوها وسووا مقطع وغيره من هالأمور. هذا شيء عادي، يعني إذا الواحد يبي تغشمر تغشمر، لكن في فرق بين الغشمرة والوقاحة وقلة الأدب. ويعني كنت قاعد أتكلم عن دور الأهل. دور الأهل يعني والأصدقاء شيء وايد مهم. طبعاً الحمد لله في تشجيع من الأهل، في تشجيع من الربع، والتشجيع الأساسي يكون من النفس، من النفس للنفس. هذا التشجيع. شلون التشجيع الأساسي من النفس؟ تشجع نفسك، يعني لا تنطر النصيحة أو التشجيع من أحد. إذا ما حركت نفسك من البداية يعني الناس راح يروحون عنك، راح يكلمونك يوم يومين، ينصحونك فترة، بعدها راح يروحون. تعتقد مسألة أن أحد يثنى عليك شيء مهم؟ شون؟ يعني إن أحد والله يقول لك يا علي والله الفيديو هذا زين، خوش شيء، ما تخوش كلام، هالأمور هذه إيه؟ مهم بالنسبة لك ولا عادي ما تفرق معك؟ طبعا إذا انتقاد نفس ما قلنا بناء مهم ويفرق، لأن أحتاج أطور من نفسي. صدقني إحنا بشر مو كاملين، لنا عيوب، فينا أخطاء. فإذا شفت عندك عيب أو خطأ قول لي، لكن النصيحة آداب، مو والله مثلا تسبه وتشوه سمعة انسان بعدين تقول انا نصحتك او انتقدتك. لا، هذا مو انتقاد، كلش مو انتقاد. حتى ما تتغبل، اذا قال لك النصيحه بهالطريقه ما راح تتغبل انت. جميل. يعني انتم تشوفونها بالصوره هذه. ايه. جميل. بس مهمه مساله الثناء وهالامور هذه كلها. ايه اكيد. طيب خلينا نتكلم عن دوركم كافراد انت وعلي. يمكن
قبل أن نطلع الحلقة كنت تقول أنا دوري كفرد تجاه المجتمع وهو اللي يحتم علي النصيحة والأمور هذه، كلمنا عن دورك أنت كفرد، عن دورك في المجتمع هذا. طبعا أنا أحاول كثر ما أقدر أني أغير من مجتمعي، يعني لهالدرجة المجتمع سيء اللي أنت تبتغير فيه تبتغير فيه، يعني من بداية الحلقة والحين وأنت تقول بغير مجتمع بغير لهالدرجة. خلينكم صريحين علي شوي معاك، لهالدرجة أنت شأن يعني تنظر حق المجتمع من نظرة سلبية وتشوف أنه سلبي؟ هو مو من نظرة سلبية، هذا واقع ما نقدر، واقعنا سلبي، واقعنا كذي صدق سلبي، ما نقدر نقول الله والله الكويت زينة والله الناس كلهم تحترم القانون كل الناس يحترمون دوامهم، هذا مو واقع ولا سلبية. إذا تكلمت بهالأمور إذا عرضت السلبيات أنا ما قاعد أعرضها عشان أذم بالمجتمع، قاعد أعرضها عشان أعالج هذه الظاهرة وهالأمور السلبية. اللي يحب مجتمع صدق يعالج المشكلة، مو يبقى خلاص راضي بالقليل راضي بالكم نقطة الإيجابية. إحنا اللي مقومنا عندنا النفط، إذا لما يخلص النفط إيش راح نسوي إذا لا عندنا ناس تفكر وناس تبي وناس تبي؟ طبعا فيه لكن قلة، وقلة من الناس اللي تسمع للناس هذه اللي تحاول انها تغير وتوعي الناس. الحين اذا خلص النفط شو راح نسوي؟ انا احب اسال الناس ايش راح نسوي، شو راح يكون موقفنا، شو راح نكون اذا لا تعليم عندنا بالقوه هذه ولا جامعات قويه؟ يعني اتوقع جامعه الشدادية. جميل، خلينا نروح حق انت لا مأثر عليك سالفه مجلس الامه. اي والله ضروري. بالنسبه لك عبد الله، عبد الله كفرد دورك في اتجاه هذا المجتمع؟ انا احب ان يعني كفرد ان اكون اغلب الاوقات صال عشان غيري يقتدي فيني. اذا انا ابي اغير لازم اغير من نفسي اول شيء عشان يعني انشر التغيير على غيري وبس. جميل، أتمنى لكم التوفيق. علي البلوشي كاتب وناشط اجتماعي، وكذلك عبد الله القوماني كاتب تحفيزي، نتمنى لكم التوفيق أكيد، ونتمنى إن شاء الله أن رسائلكم اللي حاطينها ببالكم إن شاء الله توصلوا لها. علي بالنسبة لك أنت حاط رسالة قدامك أن تأثر في المجتمع وتغير كل الشغلات السلبية، وإن شاء الله أنك تكون مؤثر وتغير وتحاول تغير الشغلات السلبية اللي تراها. أنت عبد الله حاط في بالك مذيع وكتاب، إن شاء الله أنك تحصل على اثنين بإذن الله، ونتمنى لكم التوفيق أكيد، ونتمنى إن شاء الله أن نكون قد وفقنا والناس اللي طلبوكم إن شاء الله نكون وفينا بالوعدنا معاهم. يعطيكم ألف عافية أعزائي المشاهدين، ذكركم بأن الإعادة الساعة 1 باكر الظهر، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، وكذلك نذكركم بأن بإمكانكم أن تستضيفون أي شخص أنتم حابينه مثل ما شفتوا اليوم عبد الله وعلي، مجرد أن الناس دزت لهم منشن إحنا تواصلنا معاهم، والأمانة هم مشكورين لبوا الدعوة ولا رفضوا نهائيا. أنتم كذلك اختاروا ضيوف اللي تبونهم يوم الأربعاء، نذكركم البوست الخاص راح يكون إن شاء الله، راح يكون بوستين، الأول راح يكون إن شاء الله نهنئكم بالعام الجديد، والبوست الثاني إن شاء الله راح تختارون إن شاء الله ضيوفكم للأسابيع القادمة. نتمنى لكم إن شاء الله الصحة والعافية، ونلقاكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة. مع السلامة.